انطلقت في مقر الاكاديميه الوطنيه للتدريب اولى الجلسات التخصصيه المغلقه ضمن الحوار الوطني للجنة الصحة ومباشرة الحقوق السياسية يأتي ذلك في ظل بدء خطوة جديدة من خطوات الحوار الوطني فمنذ بدء الجلسات العامة للحوار تم عقد أكثر من خمسين جلسة معلنة شهدت مناقشة العديد من القضايا الهامة في المحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية وحضرها آلاف المشاركين من كافة أطياف المجتمع ومختلف التوجهات والأيديولوجيات وقد أثمرت هذه الجلسات عن عدد كبير من المقترحات والتوصيات التي تحتاج الى بلوره وصياغه اكثر دقه وقابليه للتنفيذ